المورد الآخر لسان الميزان لابن حجر العسقلاني يقول عبد الصمد بن عبد الأعلى، عبد الصمد بن عبد الأعلى وكان يتهم بالزندقة وكان يؤدب الوليد بن يزيد بن عبد الملك ويقال أنه هو الذي أفسده، قال محمد بن جرير الطبري في تاريخه: وظهر من الوليد من المجون والفسق أشياء حمله عليها مؤدبه. هذا في لسان الميزان العسقلاني، وأيضا عند ابن عساكر في تاريخ دمشق. المورد الآخر الثالث البلاذري يقول أنه لما أحاط أتباع يزيد بن الوليد بالوليد بن يزيد في قصره وحصروه قبل أن يقتلوه قالوا له: ننقم عليك. لماذا ننقم عليك؟ يقول قالوا له: ننقم عليك انتهاك ما حرم الله، انتهاك أي انتهاك أي انتهاكك أو انتهاكك أي ننقم عليك، ننقم عليك انتهاك ما حرم الله من شرب الخمر ونكاح أمهات أولاد أبيك. إذ يقول ننقم عليك انتهاك ما حرم الله من شرب الخمر وأيضا وانتهاك ما حرم الله من نكاح أمهات أولاد أبيك ونكاح أمهات أولاد أبيك واستخفافك بأمر الله وإتيانك الذكور. هذا في أنساب الأشراف البلاذري مقتل الوليد وعند الطبري وابن الأثير والدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار للصلابي والمنتظر في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي. المورد الآخر الرابع في تجارب الأمم وتعاقب الهمم تحت عنوان رأس الوليد وما فعل به، قال أحمد بن يعقوب مسكويه يقول وكان جعل يزيد بن الوليد في رأس الوليد 100,000، فانتهب الناس عسكر الوليد وخزائنه وأمر يزيد بنصب الرأس على رمح وطيف به، ثم قال يزيد: ادفعوه إلى سليمان أخي الوليد، ادفعوا برأس الوليد إلى أخي سليمان. وكان سليمان أخ الوليد ممن سعى على أخيه، فغسل الرأس ووضع فيه الصفط وأتي به سليمان، فنظر سليمان إليه ثم قال بعدا له وسحقا: أشهد أنه كان شروبا للخمر فاسقا ماجنا، ولقد أرادني الفاسق على نفسي، يشرب الخمر ويزني، يرتكب كل المحرمات، ويأتي الذكران، بل حتى يراود أخاه على نفسه. هذا هو أمير المؤمنين، هذا هو أمير المؤمنين التيمية، هذا هو إمام التيمية، هذا هو خليفة التيمية، هذا هو إمامكم وسيدكم وخليفتكم.